بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرس 158 من كتاب نغمير إكسبليكي دو فرنسي. وصلنا على أدوات اللي تعطيني كونسيسيون تجاوز أو أوبوزيسيون التضاد، وقلنا أنه ممكن يجي بعدها الروابط حسب الرابط، ممكن يكون بيجي مع الانديكاتيف. طبعا لما بيكون واقعي وحقيقي بيجي انديكاتيف، اذا كان هيبوتيتيك افتراضي بستخدم كونديشنال، واذا كان شيء غير فبستخدم السبجونكتيف. وقفنا عند ادوات السبجونكتيف، وقلنا اللي بيجي الروابط اللي بتجي بعد سبجونكتيف هنن هدول: بيان كو، كوا كو، سان كو، انكور كو، سي او سي بور. بيجي بعد ورا كل واحدة منهم ادجكتيف او ادفير. وحكينا عن استخدامات سي الثلاثة اللي بالاوبوزيسيون مشان ما نخربط بيناتهم. وصلنا عند كواك و ولا كمان كي كو كواك و كو. وقفنا ان ما نخربط بين كواك اللي فرد كلمة وكوا لحالة كو لحالة. رح يقولوا لي أول شيء بدي يقولوا لي إنه هن الاثنين بيجي بعدهم سبجونكتيف، لكن بالمعنى مختلفين. واحدة رغم أن، واحدة مهما لو مهما كان. بس أنا هيك ما بكفي إنه نعرف المعنى، بس بقول إنه كواك لازم يجي وراها فعل بياخد كومبليمون أو أدفيرب، بينما كواك الكوا هي بحد ذاتها هي الكومبليمون. هذا الفرق بيناتهم. إذا بعد كواك بيجي فعل له مفعول او ظرف، كواك اللي منفصلين الكوا هي المفعول. Tous deux sont suivis du subjonctif mais ils sont différents. عرفناها. كواك اللي en un seul mot بكلمة واحدة synonyme هي مرادف له bien que. مرادف له رغم ان طبعا هي اقل استخداما من bien que. Il y a obligatoirement وبالضرورة لازم يكون في un complément مفعول ou un adverbe au ظرف après le verbe. قبل ما انزل الصفحة الثانية عندي malgré que، هي استخدامها قليل. عادة نستخدم malgré وبيجي وراها نو اسم، بس اذا اجت malgré que رغم ان، يعني بيميلوا لياخذوا bien que اكثر، بيجي وراها subjonctif. بنقولها احيانا لكن تعتبر ما كثير صحيحة مشان ما كتير تستخدموها. Quoiqu'il ne connaisse aucune langue étrangère, il aime rencontrer des étrangers. رغم انه هذه اللي فرد كلمة، رغم انه ما بيعرف ولا لغة أجنبية، لكنه يحب مقابلة الناس الأجانب. هلا هون هذا الفيرب كونيس أخذ كومبليمون دوبجي ديريكت، لا يعرف أي لغة. Quoiqu'il soit venu régulièrement رغم انه عم يجي بانتظام، هاي ريغولير ما اجا وراها ادفير، اذا لازم يكون يا كومبليمون يا ادفير. رغم انه اتى ياتي بانتظام الى الحصه، ان با بوكو بروغريسي، لكنه لم يتقدم في دراسته. دونك كوا كو اللي منفصلين اون دو بكلمتين، كوا جو لو رول دو كومبليمون، هي اللي بتلعب دور المفعول، لان بمعنى مهما لو مهما. Quoique tu saches au sujet de cette affaire, ne dis rien. لو شو ما عرفت. هلا شو هي اللي صارت مفعول به؟ اللي هي كوا. لو شو ما عرفت حول هذا الأمر، ne dis rien. لا تحكي لحدا. يعني quel que soit مهما كانت les informations. المعلومات que tu as التي عندك. Ne dis rien, la trochaine. شايفين quel que soit les informations. يعني هي اللي أخذي دور المفعول. الكوا هي المفعول. لو مهما عرفت حول هذا الموضوع لا تقولوا شو هو الكوا. إذن هو المفعول. مروح على كل اللي هي تعتبر كصفة، لأنه بتتغير كل مفرد مذكر ولا جمع مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع مؤنث، مثل ما عرفنا عند كل اللي عدت معنا من قبل. إذن كل كيلكو يعني مهما كان أو شو ما كان. تجي كيل مع كو مع فيرب إتخ أو مع با
pouvoir être يمكن يكون أو devoir être لازم يكون بتعبر عن الopposition والconcession التضاد والتجاوز. Un point d'orthographe. Quel que soit هاي المفرد مذكر وكل que soit مفرد مؤنث طبعا كل جمع مذكر وكل جمع مؤنث. Quel que soit vos intentions, quel que soit شو ما كانت نواياكم, je suis sûr, أنا متأكد, qu'elles sont honorables, أنها مشرفة. شو هاد؟ مهما كانت نواياكم, مقاصدكم, أنا متأكد أنها شرفة مقاصدكم. Quel que soit vos intentions, يعني شو ما كانت, شو ما كانت نواياكم. عم ننتبه intention جمع مؤنث كل جمع مؤنث. Quel que soit le temps masculin singulier, quel que مفرد مذكر كمان. Quel que soit le temps, شو ما كان الطقس, il sort, راح يطلع. يعني ما بيهمو الطقس. شو ما كان الطقس, راح يطلع. Tu peux m'appeler, بدك تتصل, تقدر تتصل فيني, quel que soit l'heure, شو ما كانت الساعة, يعني à n'importe quelle heure, ما بيهمني, بأي ساعة ما بيهمني. هون مفرد مؤنث كل لوغ مفرد مؤنث كل كي سوا تي بروبليم شو ما كانت مشاكلك بروبليم ماسكولين بلوريال جمع مذكر شو ما كانت مشاكلك سو ني با اون ريزون ديتر اوسي اغريسيف بتضل ما هي سبب انك انت تكون عدواني بهالشكل يعني رغم كل مشاكلك ما بصير تكون عدواني اكيد كل كو بويس ايتر فو ريزون هلا هون كمان جمع مؤنث شو ممكن تكون أسبابك؟ Je suppose qu'elles sont bonnes. أنا بفترض أنه تكون جيدة. هلا la place de ces propositions. طيب جملة الopposition أو concession. وين لازم تكون؟ بالبداية ولا بالنهاية ولا بالنص؟ الثلاثة بصيروا. Comme les autres propositions subordonnées. مثل الباقي. الجمل التابعة. الظرفية circonstancielle la plupart des subordonnées de position أغلب الجمل التابعة التضاد et de concession وتجاوز peuvent précéder ممكن يسبو ou suivre أو يتبعوا la proposition principale الجملة الرئيسية ou une autre proposition subordonnée أو جملة أخرى تابعة elles peuvent aussi être en incise ممكن تكون معطلة يعني بالنص يعني entre virgule بتنزل بالنص بين فاصلتين à l'intérieur de la phrase في داخل الجملة bien qu'il pleuve رغم أنه عم تمطر il avait décidé qu'il sortirait le chien هو كان مقرر ينزه الكلب يطلعه مهما كان الطقس عم تمطر il avait décidé لقلبته il avait décidé qu'il sortirait le chien هو كان مقرر يطلع الكلب ينزهه bien qu'il pleuve رغم أنه عم تمطر هلا بحطها أنا نسيز بين فاصلتين il avait décidé que قرر انه كان مقرر انه bien qu'il pleuve مع وجود المطر il sortirait le chien راح يطالع الكلب عمل لنا مشكلة على الكلب خلصنا من الكونجونكسيون تبعين الروابط الثلاثة الانديكاتيف والكونديسيونيل والسبجونكتيف وجينا على اوتر مانيير مثل باقي الابحاث الاخرى وسائل أخرى d'exprimer l'idée d'opposition وسائل أخرى تعبر عن التضاد إلى concession والتجاوز nous allons passer en revue راح نستعرض les différentes manières الطرق المختلفة d'exprimer l'opposition إلى التعبير عن التضاد إلى concession والتجاوز autre que غير la proposition subordonnée غير الجمل التابعة أول شيء بيبقى معي preposition زائد infinitif شو هي أعرف الجر اللي بتدل على الopposition أو على الconcession وبيجي وراها مصدر أول وحدة سو il a réussi tous ses examens sans avoir travaillé بدون بلى يعني لأنه ما عنده نجح بكل فحوصاته بدون ما يشتغل يعني مثل كأنه لأنه رغم أنه ما اشتغل بس نجح بكل فحوصاته il a réussi tous ses examens sans avoir travaillé دون أن يعمل شيئا دون أن يدرس دون أن يشتغل
loin d'eux, بدلا من. هي دو اثنين. Elle avait peur de demander de l'argent à ses parents, mais loin de refuser, ils lui ont donné plus que ce qu'elle désirait. هي كانت خايفة تطلب مصاري من أهلها، لكن بدلا من إنه يرفضوا، loin de refuser, بدلا من إنه يرفضوا، ils lui ont donné عطوة أكثر مما هي بتطمح. منيحين أهلها. إذن loin de بدلا من. Au lieu de كمان بدلا من. بيجي وراها، إذا هدول كلهم بيجي وراهم مصدر. Sans, loin de, au lieu de. J'aimerais mieux être à la plage. بحب كتير إنه أكون على الشط. Au lieu d'être بدلا من إني أكون enfermée dans ce bureau. محبوسة في هذا المكتب. كلاتنا. 4 à défaut de اذا ما يعني اذا فشل حدا او اذا لم يتم à défaut d'aller au cinéma اذا ما مشي حال الذهاب الى السينما il regarde beaucoup les films à la télévision فهو راح يتفرج على افلام كثيره بالتلفزيون يعني انه اذا ما زبط بدل ما انه يروح على السينما اذا ما زبطت رحت السينما فهو راح يتفرج على الأفلام بالتلفزيون. 5 كتاء حتى لو كتاء جاريت مون ترافاي ا 16 راح اوقف شغلي الساعة 4 بعد الظهر. كتاء ريستي بلو لونتون دومان حتى لو بدي أضل بكرة لفترة أطول يعني بعوضه بكرة حتى لو بدي أضل بكرة للمساء أنا رح أوقف اليوم من شغلي على الساعة 4 ميم سي جو دوا ريستي بلو لونتون حتى لو كنت بكرة بدي أطول لفترة طويلة. إلا سوبليا دو لوي أكوردي أون رونديفو أون فوا أنكور كيت أ نو جامي بلو ريفوار أنسويت رح يترجاه تعطيه موعد تاني مرة تانية يشوفه حتى لو ما بقى يشوفه أبدا بعده يعني إنه بس بده هالمرة même s'il devait ne jamais plus la revoir حتى لو كان ما بقى يشوفه نهائيا. آخر وحدة au risque de يعني تحت خطر كذا مخاطرة بكذا مخاطرة. إليزابيث a réparé elle-même sa cheminée صلحت هي المدخنة تبعت المدفأة au risque de tomber du toit تحت خطر الوقوع يعني خاطرت بنفسها توقع من على السطح مخاطرة بنفسها يعني تحت خطر الوقوع من على ظهر البيت. إذا هدول هن كلمات هدول كلهم أحرف جر إجا بعدهم إنفينيتيف عبروا عن الأوبوزيسيون وعلى الكونسيسيون. خلصنا بخيبوزيسيون مع الإنفينيتيف خلينا نشوف الأدفيرب الظرف مع الجيرونديف مع الحال. تو مع جيرونديف نعرف الجيرونديف هي اللي بناخد الفعل من النو بالبريزان ومنشيل النو منشيل او ان اس ونحط ا ان تي بس لحتى يصير حال بحط قبله ان يعني تو تان والفعل ا ان تي تو تان اي تان داكور سور لو فون مع 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 حالة كذا مع لكن تو تان اي تان داكور سور لو فون مع اتفاقنا على المضمون جيمري كو لون ديسكوت دو سيرتان ديتاي لكنني احب ان نتناقش ببعض التفاصيل يعني مع كامل توتوني تان داكو مع كامل موافقتي لكن مع لكن لكنني افضل انه او بحب انه نتناقش ببعض التفاصيل ميم مع جيرونديف حتى لو ميم ان ترافايان توت لا نوي حتى لو اشتغلت
أنا كل الليل جناغي جميع أفنير سدوفار ما رح أقدر أخلص هالوظيفة. خلصنا من جيرونديف مع الأدفيرب هلأ. كونجونكسيون أداة من اللي منعرفون مع أدجكتيف أو مع بارتيسيب بريزان أو باسي، يعني أداة بيجي جنبها صفة أو بيجي جنبها بارتيسيب بريزان أنت مثل جيرونديف بلا أن أو بارتيسيب باسي مثل الفعل بالماضي بس بلا فعل مساعد. من مالاد هذا الكونجونكسيون والمالاد هي الادجكتيف حتى لو مريض. Il continue à travailler 12 heures par jour. حتى لو كان مرضان عم يتابع شغله 12 ساعة بالنهار. Bien que très joli. رغم أنها هي très adverbe de quantité. رغم أنها جميلة جدا bien que très joli. Elle n'a aucune confiance en elle. ما في عندها أي ثقة بنفسها. Le film était bien. Le film كان كويس. Quoique un peu long. مع أنه كان طويل شوي. Bien qu'ayant échoué trois fois au permis de conduire, elle ne se décourage pas. هاي مع participe passé. Bien que رغم أنه فشلت ثلاث مرات ب شهادة السواقة بس هي ما يأست. نيالة والله برافو على الهجرة والشجاعة. إذا رغم أنها فشلت ثلاث مرات في فحص السواقة لكنها لم تيأس. يلا روحي الله يقويكي. بريبوزيسيون حرف جر مع اسم أو جروب نومينال مجموعة اسمية. مالغري سون جون آج رغم صغره il gagne tous les concours d'échecs. فاز بكل مباريات الشطرنج. مالغري هاي حرف جر سون جون آج جروب نومينال لانه هذا جون آج صغره مجموعه اسميه. Elle est très gaie, هي كتير مريحة. En dépit de tous ses soucis, رغم كل همومها. Malgré, مثل en dépit de. Il fait tout à l'inverse des autres. هو بيعمل دايما عكس نقيض الآخرين. شو بيعمل الآخرين؟ هو بيعمل عكس. Voulez-vous du poulet à la place de du foie d'agneau? بتريد فروج بدل كبد الخروف. Il a obtenu le prix Goncourt. فاز نال جائزة Goncourt contre toute attente. يعني مع يعني بعكس كل شيء توقعناه. يعني مع أنه toujours associé à des termes abstraits. يعني بتجي مع الأشياء المعنوية إنه ربح بعكس كل التوقعات. Il a obtenu le prix Goncourt contre toute attente. بعكس كل التوقعات. À défaut de véritable talent, إنه بيفتقر هو إلى الموهبة. رغم إنه بيفتقر إلى الموهبة. Ce musicien, هذا الموسيقي, a une certaine virtuosité, لكن لديه بعض البراعة. À défaut de véritable talent, بافتقاره إلى الموهبة, هذا الموسيقي a une certaine virtuosité, لديه بعض البراعة. وصلنا على روابط العطف أو الظرف, وهدول رح ناخدهم بالدرس القادم. خلص الدرس 158 وكانت معكم مدام عبد الكن. Au revoir et à la prochaine fois. Bye bye.